هل نداء الروح يعتبر صدمة؟ يعني انتي ما تنظفين نداء الروح اللي مر، بس انتي تعبرين من خلاله، بس فيمكن ما نعتبره صدمة. بس خلينا نقول شخص مر بنداء الروح وعلق فيه، ممكن ممكن. اللي يعيش فترة لا مسؤولية تجي صدمة. شوفي أنا ما أقول لك شيلي الدنيا على ظهرك وأنت لازم يعني تركضين وكذا وكذا، في شيء مهم، يعني شخص يعيش دور الضحية في القصة ومنسدح على السرير، هذا يعني أكثر واحد محتمل أن تجيه الصدمة، لأن طول الوقت مؤشر على برا يقول هما 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 سبب المشكلة، هما اللي سووا، هما اللي فعلوا. زود على كذا منسدح دبل، يعني عرفتي؟ يعني منسدح ومؤشر على برا، هاي شلون تفهمه يا أخي؟ أنت مو هما أنت، وشلون تفهم انه يقوم من سريره؟ شيئين شيئين كلهم صعبات. يعني انك بدل ما تأشر على برا تأشر على جوا، يعني هذول حتى المهتمين بالوعي يرفضونها يقاومونها، فما بالك عن شخص موجود في الخلاط تقول له ترى الموضوع جوا، قلت لا بس هو اللي جلدني، برضو ترى الموضوع جوا، لا بس هو برضو ترى الموضوع جوا. فمو سهل. فهم هذولا يعني هذولا الشكل اللي هم الضحايا اللي منسدحين بالسرير، مرة هم تايب الصدمة، تحبهم الصدمة، تناسبهم تناسبهم، تنسجم معهم. تضحك تقول أنا حبيبتي، تقول وصلت مرحلة أذي نفسي بدون وعي. لازم تطلبي المساعدة يا ماما، لازم تطلبي المساعدة. احنا لما تطلع القصة من 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 الكنترول، من الريموت كنترول، معناها في احنا مو قادرين نعبر عن القصة، ففي نضج أقل من الطاقة، في نضج أقل من الطاقة، فالشعور أكبر من أن يفهم أو يعبر عنه، أو الفكرة أكبر من أن تفهم أو تعبر عنها، مثل حالة الوسواس. ففي مشكلة، في إيرور في النضج هنا، لو عندي طاقة أكبر من الأجساد فهم عالقين، فتكون مثل هالعمليات، عمليات الإيذاء، الوسوسة، كل هذه. كنت منصدمة ومنسدحة وبعد الصدمة قمت. بالضبط، يعني صدمة قالت لك قومي، طبعا في أشياء قالت لك قومي قبل، يعني في أشياء كثير جت قالت قومي قومي قومي، بس ما لاحظتيها أو ما اهتميتي أو يعني ما حسيت إن الموضوع يعني يستحق. بس لما جت الصدمة وقفتي على حيلك ويعني قلت يلا خلاص. طيب أنا الصدمة خلتني أنسدح على السرير وأعتزل، قد يكون هذا هو المطلوب، قد يكون هذا هو المطلوب. مرات أنت، وتكلمنا عن هذا في العزلة، مرات أنت عندك دائما أكشن برا، كله برا برا برا، وفي جوا نداء يقولك تعال نتكلم، تعال نتفاهم، تعال نقعد مع بعض، ما تقدر 24 ساعة ماسك جوالك وتقلب وتكلم وترسل وتشتغل وكذا، وعندك روحك تقولك تعال خل نقعد، خل نقعد شوية يا بابا، 10 دقايق، 10 دقايق من عمرك ما
ما قعدتها مع روحك، 10 دقائق من عمرك ما قعدتها مع روحك. فتصير برضو مثل هالأشياء، مثل هالصدمات، إنه يلا قعد، اجلس، تفهم مع نفسك، خلص الموضوع. Thank you مها. من صغري وأنا صدمة ورا صدمة، أقترح عليك تحضرين نظام الصدمة، خصوصا إذا ما تبغين تشتغلين على الصدمات وتبغين تنظفينها، أقولك أحضر نظام الصدمة على الأقل توقفين السلسلة. وش أشرب؟ بابونج، بابونج هل صدمات الطفولة تؤثر في الحاضر رغم أني ناسيتها؟ أكيد أكيد فرشور يا ماما، قاعد تشتغل هي في الخلفية. Thank you أمل. عام على السرير بعد الصدمة. Thank you خيال. Oh my god يا ماما حبيبتي، سنة كثير، ما ألومك بس أقول it's okay. قعدنا سنة، صحنا يعني، خفنا، غضبنا، زعلنا، عصبنا، صرخنا، ضربنا، عرفت، move on. خلاص يا ماما، سنة لازم تتحركين، حط النية، حط النية وارفعي يدك اطلبي مساعدة إذا ما تقدرين، هناك الكثير من الأشخاص ممكن يساعدونك. حط النية وخلاص قرر إنك أنتي تقطعين القصة هذه. أحس سنة كفاية جدا، يعني more than enough إنه أنتي تقعدين سنة يعني تتحسسين الواقع بعد الصدمة. ما تبغين تصقعك بعد صدمة ثانية. نظام الصدمة يعني بيشتغل، بيقول لك برضو سنة قاعدة في السرير. نعم. خمسة وثلاثين سنة قاعدة على السرير صدمة ورا صدمة. ما هو هو نظام الصدمة يبغاك تتحركين وخلاص يا ماما، ستوب ستوب. كيف نوقف الإدمان اللي يكون بسبب الصدمة؟ يعني نفترض أنه أنت دخلتي أو تورطتي في موضوع التسوق بعد صدمة، خلنا نقول طلاق، كانت بالنسبة لك صدمة، مو كل طلاق صدمة، بس اتطلقتي وانصدمتي من القصة وبديتي يعني شوبينج كذا بطريقة، يعني كل ما ضايقتي رحتي يعني شوبينج. فأبغى أقول لك نظفي القصة، نظفي الصدمة هذه. أرد تقول عرفتك في نداء الروح حبيبتي أنتي، الله يقويك عبير الحب قلبي. خروج الناس من حياتي بعد وفاة أمي وتغيرت كثيرا. هذه مراسي قاعدة تتقلب، هذه مراسي قاعدة تتقلب. مرات كذا ترى أنت تمر بمرحلة من حياتك كذا، بس مراسي تتقلع كذا، انت بس تراقب المشهد عشان تكتشف انك دخلت فيلم ثاني. الشهر هذا متعب وثقيل. طيب خذي الاكشن يا ماما، خذي الاكشن. خيانة زوجية تعتبر صدمة؟ مو شرط، مو شرط. في ناس يعتبرونها صدمة، في ناس ما يعتبرونها صدمة.
طيب أشعر برفض العودة للعمل بعد الإجازة. أكيد قولي لنفسك بجرب أسبوع شوف ناسبني ولا لا. السؤال في أحد يسدد فواتيرك ولا لا؟ السؤال اللي بتروح للشارع. Thank you أمل. هل الصدمات نعمة رغم من أنها ألم؟ يعني بدون أدنى شك أنه الصدمة تقدم خدمة أو خدمات كثيرة للإنسان، لكن في نفس الوقت ما ودنا أن إحنا نطرق يعني الباب الصعب أو الطريق الأعسر. ودنا إحنا نتطور بهدوء بسلاسة وبسلام وبيعني طريقة كذا جميلة وبحب. فأكيد يعني ترى كل القصة صحيحة سليمة جيدة وفقا للصورة الكبيرة. يعني وش في الأثر المؤمن أمره كله خير. ما في شيء يعني ما في شيء مقلق يعني في الصورة الكبيرة، بس ودك إن تصير القصة أجمل يعني أريح كذا. وش علاقة الصدمة بعمر الروح؟ ممكن نقول إنه لما تكون عمر الروح أقل تكون احتمالية الصدمات أعلى، هذا جانب. وأيضاً لما تكون عمر الروح أكبر تكون الصدمات اللي تبدو للأعمار الصغيرة أنها كبيرة تكون عادية. Thank you أمل. يعني يكون الشخص عند القدرة إنه يخطي صدمات ما يقدر عليها غالبية الناس، هذه الأرواح الأكبر يعني يقدرون يتحملون أشياء أكثر. يعني مثل الشخص اللي يولد بلا أم، هذه مرة كبيرة توجع، فهذه أرواح يعني تتحمل. طيب أنا عايشة حياة أمي اختارتها لي. ترى هذه من الأشياء اللي تستدعي نظام الصدمة، تستدعي أن نظام الصدمة يأتي. زينب حبيبتي الله يقويك، ليش ما أحس قيمة الحياة وما تهمني ربشت بسرعة؟ يعني انت يعني عندنا احنا شقين، العمق والمعنى والمتعة، فانت فاقدة اثنين، هذه مشكلة. اكيد ان الموضوع فيه ألم، في صدمة، في شيء مزعج في الموضوع. ايش رأيك بالرجال اللي ما يتغيرون يظلون نفس الشخصية؟ هما الرجال يعني خلنا نقول مو الرجال، خلنا نقول إنه اليانغ يرتبط بالثبات، هما حاملين لواء الثبات طاقة اليانغ، والمرأة تحمل لواء التغيير. فالمرأة متغيرة يعني تغير رأيها وتغير وجهة نظرها وتغير نفسها وتغير شكلها وأنفها عرفتوا، تغير شعرها كل يوم. الرجل الثبات يعني هو يثبت على نفس فعنده جزء من طاقته يعني يحمل هذا الشيء، فطبيعي يكون هو عنده ثبات أكثر من المرأة. وهذا اللي يخلي إنه الرجال يعني عندهم الإكزت مبكر أكثر من المرأة. هذا بالدراسات يعني مو بنا اللي قاعد أحط عليهم، بس في الدراسات هم يمشون قبل النساء.
فالمرأة يعني تتكيف وكذا وتتغير من نفسها، تتشقلب وتتغير، لكن الرجل ثبات 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 ثبات، بعدين لما تكون قاسية عليه الحياة يعني يسقط. فمن المهم إنه الرجل يفعل الجانب الين، جانب الأنثوي عنده، عشان يكون عندها المساحة في التكيف والتغيير والمرونة اللي موجود بالطبيعة عند المرأة. وكل ما المرأة كانت عندها جانب الذكورة أكثر أو حاضر أو يقود حياتها، كل ما تعصبت وصارت ما تتغير وصارت يعني كذا يعني ثابتة بزيادة. تقولك في الحب ما في ثبات، صدقيني إن عندهم ثبات، صدقيني نتكلم عن الحب مو الجنس، صدقيني إن عندهم ثبات، عندهم ثبات في الحب جدا. يعني تلقينا يعني ما أعرف إيش ومتزوج ما أدري مين وهو خاطرة في بنت الجيران، عندهم هالحركات ولا لا؟ ولا لا يتزوج ما أدري مين اللي خطبتها وبعدين يقول بس ترى عاد وش سوينا، يعني قلبي مع بنت الجيران ثابت على أول سالفة. إحنا ما نتكلم عن الجنس، نتكلم عن الحب. لا عندهم ثبات.